السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إلى خارج أرض الوطن، نذهب إلى فرنسا مع لالة نجات. السلام عليكم عمي قريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف درتي عمي قريبان؟ بارك الله فيك أبتي، الحمد لله الشكر لله. دار وليداتك؟ الحمد ربي وشكر كل شيء بخير. الله يرحم لكم الوالدين على هذا البرنامج، ويرحم الوالدين المخرجين وليكم كاملين. بارك الله فيك لله. هذه ليلة الجمعة. حافظك الله لالة نجات، الله يصلحك بنتي. عقلتي عليا عمي قريبان. عقلت عليك لالة نجات، كي بقيتي مع الظروف ديالك؟ صافا. الله يفرج عليك، الله يفرج عليك. الله يفرج عليك يا نجات. امين يا رب عمي قريبان. لا اله، المشكل مع الزوج مع البنية ديالك و... وي عمي قريبان كاع ما كملت لك ذاك النهار. هيا تفضلي بنتي، خذي راحتك، ديك المرة كان آخر الوقت كان ضيق، آخر الحلقة، خذي براحتك بنتي نجات وافتحي قلبك. حنا كنا في الاستماع اليك. عمي قريبان انا يا ذاك الرجل صبرت عليه عامين. اييه. ما يكفيني، ما يفكر فيا، ما يفكر حتى في حاجه في الدار، كيجي كياكل وكيشرب ويمشي بحالاته. لا حول ولا قوه الا بالله. كيجي كيجلس معايا، الا جلس كيجلس معايا يومين ثلاث ايام ويمشي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنت باغا وليدات، قلت باش نقوي هاد الاسره هادي. إيه؟ جاب لي ربي معاه بنيه. مزيان. منين درت 4 موا سمح فيا عمي قريبان. لا حول ولا قوه. وشنو هو السبب اللي نجات؟ السبب ان واحد الصباح انا كنخدم باش ندير له الوراق، كنخدم باش ندير له فيش دو بين يكون فيه سميك. اييه. واحد الصباح بنتي مسكينه سمحات في قرايتها وكلتات كتعاوني في الخدمه باش نطلع لها فيش دو بين. مزيان. واحد الصباح انا بنتي عمرت اتي، عندي بنتي عندها 22 الله يخليك 22 عام. اييه. مسكينه كتعاوني باش نكملوا ذاك الاسره نجمعوها. عمرت اتي ما بقالوش النعناع، ما سمحش النعناع، داك الشيء اللي بقى عمرنا به وانا ساكنه بعيد على الكارتي ديال العرب، ما حدايش اللي مكازا ديال العرب. إيه؟ اللي فيها النعناع وداك الشيء كله. قال لي فين راه النعناع؟ قلت له الا ما بقاتش ما عليش دابا نجيبها. بقى كيغوت عليا، قال لي شنو هي معناتها بنتك كتشوف غير بجنابها، علاش ما تخليليش النعناع، علاش تتتت. قلت له ما عليش، وانا حامله متقله وغادي نخدم وربي اللي علم بيا. الله الله الله. هو قال تفضل. هوت كان بكي الطنوبيل، قالت لي بنتي مالك؟ قلت لها بنتي علاش ما خليتيش النعناع؟ عاوتاني كل صباح هي صباح كيدق فيا الملح، راني عييت، ما بيدي الخدمه، ما بيدي المشاكل الدار، حامله راني عييت. قالت لي صافي ماما ما تبكيش، انا غنمشي نجيب له النعناع. مشات جابت النعناع وحطاته له، حيت ديما كيحقرها دائما. لا حول ولا قوه الا بالله. النعناع. قالت لي شوف انا راني ماشي بنتك ولا اختك ولا صاحبتك، انا راني غير بيبتك. الى عينك تقول لي شي حاجه قولها لي نيشان، امي ما تدقش فيها الملحه. لا حول ولا قوه. قالت له راك عييتيها كل نهار تتبكيها. مني قالت له داك الهضره بنتي، حط داكشي اللي في يديه ومشى بحالاته، جمع فاكو حوايجو كاملين ومشى بحالاته. تبعته انا وولدي، طلبناه انا وولدي، رغبناه. قال له ولدي الواليد ما تخليش امي بوحديتها، واخا ماشي بوه. قال له ما تخليش امي بوحديتها مسكينه، وراك عارف امي كتبغيك وتابعك حتى لهنا، وحنا ما بغيناكمش تفرقوا. هادي بقينا نطلبوا فيه. واحد الساعه قال لي شوفي، منين طلبتيني انت ولدك انا عندي شروط باش نرجع للدار. إيه؟ قلت له كل الشروط ديالك انت راك ديجا اي حاجه بغيتها هي اللي كاينه في هاد الدار. قال لي انا الا رجعت بنتك ما تركبش معايا في الطوموبيل، واخا الطوموبيل ديال بنتي. لا اله الا الله. بنتك ما تخرجش من بيتها، ما تاكلش معايا في الصالون، ما توقفش معايا في الكوزينه، ما تقراش عليا السلام، يعني ما فاش نكون انا في الدار النفس ديالها ما نسمحهاش. لا حول ولا قوه الا بالله. انا دخلت كنبكي للدار، ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نخرى عمي قريب، هذيك بنتي وهذا راجلي. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمح لي غنطول عليك عمي قريب. مرحبا بنتي نجات، خذي راحتك. بنتي فاش دخلت قالت لي ماما شنو كاين؟ قلت لها شنو بنتي فحطوا واحد الشروط ما قدرتش عليهم. قالت لي انا موافقه، الا كان هادشي يسعدك ويردوا معاك مزيان انا موافقه، ما نخرجش من البيت. قالت لي هزي التليفون وعيطي له قول له رجع، انا موافقه، المهم انت تكوني سعيده في حياتك على الهم اللي شربتيه علينا. لا اله الا الله.
عيط له رجع للدار. بنتي بقات مسكينه كنهز لها البلاطون ندير لها لبيتها، بحال تقول هي ماشي منا، كتاكل بوحديتها في البيت. دوز معنا 3 ايام هكا نفس ما تنفش بنتي. هو كاين من بعد جا عندي قال لي انا راني لقيت عيطوا لي على واحد الرموك وغادي نمشي نخدم. ايه قلت له تفهمنا انك غتجلس وغتخدم هنا وغندير لك الورق وغنجلسوا هنا، يعني ما تفهمناش انك ترجع للمغرب. قال لي لا ما كاينش الخدمه. قلت له حتى حاجه ما كتجي بالزربه. قلت له الموت وما كتجيش بالزربه. قلت له شوف، قلت له خصك تصبر. انا مره وصبرت كافحت 22 عام هذه وانا صابره باش قديت ورقي هنا وباش جبت وليداتي. يعني انت في السيمانه باغي تلقى كل شيء، كاين الدار كاين الطوموبيل كاين الخدمه كاين كل شيء، غير صبر غير وحده وحده. قال لك لا غنمشي بحالاتي هساكو، وعطاني بالدراهم قريبا ومشى بحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاني الوقت اللي كنت محتاجه. قلت معليش، كملت على خدمتي حتى قربت نولد، حتى دخل شهري وانا خدامه. ايه عيط عليا قال لي غادي نرجع. واش نحرق الفيزا؟ نقولت معاك. قلت له بوغ لانستو سي با لابي، يعني في هذه الوقيته هذه انا ما محتاجاكش. كنت محتاجك فاش كنت كنعيا وكنت كنتوحم. كتوحم لينا منتقله الخدمه. طولت لك عمي قريبان ياك. لا لا خذي راحتك بنتي نجاه، خذي احنا معاك في بقلوبنا وارواحنا. لا اله الا الله يفرج عليك. انا ما بقيت محتاجك، انا كنت محتاجك. النهار اللي سمعتك كنبكي وما بغيتش تجلس. قال لي انا غادي نشوف شي واحد من هذوك اللي شهدوا لنا في القنصله ولا هذوك اللي يجلس عندهم. حتى ولدي انت انا والدي. قلت له انا ماشي قليك الاصل، نخلي والدي يكون انت عند ناس وحدين اخرين وداري مفتوحه قداش. قال لي انا غنحرق الفيزا. قلت له علاش ما حرقتيها؟ شحال هذه اللي كنت كنطلبك؟ انا ما غاديش نخليك بلا ورق ياك راجلي. ايه ما نخليكش بلا ورق. وهذا المولود غادي يكون فاتحه خير. لعل هذا المولود غادي يكون فاتحه خير. وي هذاك الشيء اللي كنت كنتمنى انها تكون فتحه خير عليا هذه البنيه. ايه قال لي لا انا غادي نمشي، انا نجي نحرق الفيزا. قلت له شوف اولاد الناس، انا نهيت المشاكل، حرق الفيزا حرق المغرب اللي بغيتي ديرو ديرو، ما بقاش عندي مشكل. حيت انا هذه عامين وانا نطربك، عييت بالطلب عييت وما ندل راسي ليك. وفاش كيكون عندي عمي قريبا هنا في الدار كيبات لي الكل مع التليفون في الصالون والتلفازه، منين نوض انا نمشي للخدمه عاد هو يدخل ينعس. لا حول ولا قوه الا بالله. منين انا ندخل لقاه ناعس، انا نخرج للخدمه وهو يفيق. لا حول، ما هي علاقه زوجيه، ما هي حياه زوجيه؟ وي ما هي حياه عمي قريبا، انا كنخدم معاه في الصباح. لا حول ولا قوه الا بالله. حيت كندوز للبيرمي. لا اله الا الله. ما كيهزش راسو انه ينوض معايا ويمشي معايا في الطريق، يقول مرتي حامله وغدا مسكينه على رجليها ولا ما بتسوقليش بحال ما كيعرفنيش. لا حول ولا قوه الا بالله. كيقول لي قدام ولدي كيقول لي ما كتحملش نشوف وجهك، ولاش مجوج بيا؟ ما كتحملش، انت اللي جيتي عندي، انت اللي طلبتيني الزواج، انت جيتي من المغرب حتى لفرنسا وفرضتي عليا الزواج، كطلبني كتقول لي حصل لي الشرف انني نتزوج بك. انك انت امراه صالحه وانتي 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 وانتي، والنهار اللي تزوجت بك وليتي كتقول لي هاد الهضره هادي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منين قلت له هكا قال لي بني لي حرقت راسك ماشي غير الفيزا. قلت له حرقت راسك هاد الهضره قلتها عمي. حالة غضب حالة غضب، حيت هو اللي قال لي قوليها. اييه قلتها بلوكاني في التليفون، عيط عليا قال لي بيناتنا تسالى، انا غادي نشوف كي ندير نجي ناخذ منك غير بنتي. نجاة انتم كنتم مزوجين بعقد شرعي؟ عقد شرعي في لاميرة ديال فرنسا ماشي في المغرب. ماشي في المغرب. ومتقت في القنصلة المغربية. داكور. اييه منين قلت له ذاك الهضره بلوكاني، فوقاش عيط عليا عمي قريبا. حتى الليله اللي كنولد فيها راني في البلوك معايا غير بنتي، ما معايا حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى وبنتي. ونعم بالله. انا كنتوجه هو بدا كيصوني، قالت لي بنتي امي صافي ما تجاوبيش، حيت البنت سكت ليا القلب ديالها 4 المرات وانا كنولد. الله الله الله، الضغوطات اللي كتعرضي ليها وداك الهم اللي كتعرضي ليه، البنت هي الضحيه الاولى في بطنك. انا ما كنتش عليك انا قريبا، كنت كنقول يا ريت يا ربي تسمح لي على هذه الكلمه، يا ريت ما حملتش باش هذه البنت هذه ما تعيش بلا بوها بعيد عليا. لا حول ولا قوه الا بالله. عيط عليا قال لي بنت الناس. قلت لها غنجاوب، كون خصو يعرف شي حاجه على بنته. ما عمري ما عيطت وما جاوبتوش، رغم انه كيدير لي اللي ما كاينش وكيعيرني بالاهانات وكيقول عليا فاسده وكيقول عليا عمي قريبا.
وفي أمر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنه عاش معي وعرفني شنو كان سوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاوبته قال لي في الراكب قلت له راني كنولد. بقى متبع معايا في التليفون واش ولدتي واش تا ولدت. ولدت صورت له البنية سيرتها له درت له فيديو. قال لي نجات قلت له نعم. قال لي نطوي داك الصفحة القديمة ونبداو صفحة جديدة. دابا راه ولات بيناتنا بنية ماشي زوج على ورقة. مزيان ولات بيناتنا بنت. هذا بشارة ديال الخير مزيان الحمد لله. استيقظ ضميره مزيان. هذا فتح ديال الخير عليا. أييه. وافقت. وبقى بيناتنا اتصال عمي قريبات. كنصور البنت كل ساعة الفيديوهات ونصيفط له البنية. أي قلبه غيتحرك. قلبه غيتحرك لأن الأب غيبقى فيه حنان داخلي غيشوف البنية ديالو وغادي يرتاح في قلبه وغادي يبغي يتسامح ويبدا صفحة جديدة. وي قال لي غتخرج لي الفيزا نجي. بدا عمي قريبان داك الراجل بحال اللي ما تحركلوش قلبه. بدا عاوتاني بالهضور الخايبين والمعيور وغير كل ما جوج باقا تحميني بنتي والله تنحيدها لك والله يا دين امك تندير لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت البنت كنقول له واش ياك ماشي واحد كيعمرو نجات شي واحد كيعمرو والدي صعاب عمي قريبان الله يسمح لهم راهم زايرين بيت الله. والدي صعاب والدي خصهم غير هما ما حسش اش نقول لك داك الناس هما كانوا رافضين هاد الزواج في الاول ولا كانوا موافقين؟ هما كانوا موافقين على كل شيء وكنت كنمشي عندهم الكازا رغم انني مشيت خرجت لهم ولدهم من الحبس وعايروني في دارهم. يلا وصلت لهم ولدهم من الدار للحبس وعايروني عندهم في الدار. لا حول ولا قوة ما رضاوش بدنا يكون مجوج مع مرا كدير الميناج. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا عندهم في الدار والميناج مهنته شريفة. عمي قريبا عامين ديال الزواج وانا مخبعيني على الناس لحد الان ما مبينينش الناس البنت ما مبينينهاش الناس. لا حول ولا قوة الا بالله. فاش درت عمي قريبا بات البنية 3 شهور هز راسه وجا مزيان. قال لي نتلاقاو في ماكدو اللي كاين في لاكاس. نعم. قلت له واش الدار ما كايناش باش نخرج انا البنية صغيرة. قال لك نتلاقاو في ماكدو. درت له خاطر مشيت عرضت له الماكدو تلاقيته جاي عمي قريبا بيدي خاوية قريعة صغيرة ديال اللي ماداك الصغار ديال سيدي علي اللي كاينين في المغرب صغيورين كاع اللي كيعطيو للدراري الصغار فيها القطران. البنت قال لك زعما الا شمات شي حاجة ولا هذا باش تفكرها بالماء القطران. شوية القطران مازال عندي عمي قريبا. لا اله الا الله. هز بنته وباتها فرح بيها دوزت ساعة اللي ما كان معاها ومشى بحالاته بحال ما كيعرفنيش. بقى فيا الحال عمي قريبا. انت اش كتنتظري لالا نجات؟ كنت تنتظري منه انه يحتضنك انه يتهلا فيك يكرمكم يوسع عليكم؟ كنت كنتظر انه يجي يسبع البنت ويدخل الدار ويجيب حوايج ويحطهم كما توجنا النهار الاول على سنة الله ورسوله بالنية. هكا كنت باغا النهار الاول اياه يتوسف حات الماضي ويبدا صفحه جديده. البنيه دابا الان عرب المحبه وموده بينكما. حطينا انا وياه انا طلبت منه استحيل في الصداق ديالي الحلم ديالي نقرا القران. الله 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 الله. عاودي لنا جات هذه الفكره. الصداق اللي عطاك شنو هو؟ ستين حزب. ستين حزب عطاك هو صداقي. ما خديت حوايج ما خديت حتى حاجه سنتيم من عنده من غير. لا اله الا الله لا اله الا الله. قلت له الناس نهار اللي قال لي باه طلبي انت اش بغيتك انا ما بغيت حتى حاجه الحمد لله يا ربي نعم علي يا ربي بواحد النعمه ما كنتش كنحلم بها. كنت كنطلب الله بالليل وبالنهار. عطاني ربي وليدات عطاني دوير عطاني الخدمه عطاني كل شيء. انا كنت باغا نستر لا غير. أيه. انا بغيت غير من حقك من حقك نجات. المراه سرها الستره والراجل هو اللي يسترها باش ما تبقاش متعرضه لنظره الناس واشاره الناس والهمز واللمز. الراجل كيستر المراه فعلا. هادشي اللي كنت باغا كنت نغطي راسي عمي قريبا. اياها بنتي. طلبت منه 60 حزب جابوا لي. النهار اللي جابوا حطيناه وتعاهدنا عليه انه ما يفرقني ما نفرقوا الا دفني ودفنته. الله 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 الله. في المزيانه وفي الخايبه الصعيبه وفي السهله هكا تعهدنا انا وياه. وهذا عهد كبير بحال ديال الانصار والمهاجرين. هذا عهد كبير. شكون اللي علمكم هذا الشيء نجات فرنسا هذا الشيء هذا؟ لا عمي قريبا انا كبرت في المغرب وكنت امراه اخوانيه وكنت انا كنت كبرة في عين لوح. انا بنت فاس ولكن كبرة في عين لوح. اييه مشرفين بنت. مع شلوح كنت مجوجه في شلوح وكنت مشاركه في واحد جمعيه الاخوان سميتها جمعيه الاخوات. نعم مسائل تربويه وايمانيه. نعم وي.
كانوا كيجيو من وزارة الأوقاف كيعطيونا الحديث والدروس الدينية وكل شيء. الحمد لله. إذا عندك الحمد لله عندك رصيد ديال الماضي كله الحمد لله في التربية والإيمان ملي سافرتي لفرنسا ديتي معك القيم الأخلاقية ديالك. بقى عندي ذاك الشيء، أنا كبرت في البلاد عن الكروي ما قلتش هنا، أنا لحد الآن مثلا نتبع التقاليد تا ولادي نتبع التقاليد البلاد كيصلي والحمد لله حمد ربي وشكر على وليداتي كيخدموا داخل سوق راسهم وراه الشاف راه كيقول لي حصل لي الشرف ندير معاك الأولاد أنك أنت مرة طيبة ومربية ولادك تربية حسنة. لا إله إلا الله. هي هذيك المكره يبان تحلفنا هكاك صافي، بقى السيد هكاك على طبعه ما تغيرش. نعم. ديما كنت نقرو أنا وياه، ديما نقرو أنا وياه، غير كلمة جوج هو كيقول لك المرأة حاشات حشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبات، قال لك المرأة خلقات من الضلعة ديال الراجل، ما خصهاش ترفع صوتها ولو تزغي يديها بالزربة ما تهزهاش. لا إله إلا الله. المرأة تخلقات من الضلعة تبقى من تحت الضلعة. لا حول ولا قوة. هذه طريقة التفكير ديالو عمي كريبان. تفكير خاطئ، لا علاقة له لا بالدين ولا بالنصوص الشرعية. هاد الأيامات وقع لي واحد المشكل، جا لعندي لهنا للدار قال لي بغيت نسبع من عني بعد عمي كريبان، قال ما قلت لك هادي اتفقت أنا وياه غنهود ندير سبوع في المغرب هكا نجمع العائلة عائلته وعائلتي ونسبعوا البنية ونفرحوا بها وعلى الله وعسى يصحوا القلوب بيناتنا. لا إله إلا الله. قال لي واخا، مشيت للقنصلة باش نسجل البنت عمي كريبان لقيتهم بلوكيني في القنصلة. قال لهم صيفط برية قال لهم كنقول لكم إلا قيدتوا هاد البنت في الحالة المدنية هالسميوها الكنية راه غنرفع لكم دعوة قضائية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ينكر بنته. عرفتي بغيت نهزل عمي كريبان. صدمة كبيرة. ولكن في الدين عندها با ما بغيتش نقول با، قالوا لي كل شيء، قال لي ديرها في حالة مدنية كان أحد سامح فيك وما بغيتش نديرها، بغيت نديرها بسميتها حيت في الدين حرام. إيه؟ في الدين أنك تنكري لها النسب ديالها. نجات فاش كتبتوا العقد في لاميريت ما في فرنسا أعطاكم عقد مكتوب مختوم عندنا في سميتك وسميتو عقد زوجية وعندي الحالة المدنية هي سميتو هنا فاش النهار اللي كتعقدي كيعطيوك الحالة المدنية مع العقد. ولو أنه يرفض القانون راه واضح وبين. نو ماشي دابا ماشي هو ما باغيش يقيدها. ما قال لك علاش أنا مرة كنت سيد صفة الراجل وأنا اللي كناخذ الإجراءات أنني باش نمشي نقيد البنت ما كاينش. يتقدم هو، مرحبا به يتقدم هو يقوم بهذه الإجراءات. ما بغاش، قال لي لا بغيني ندير الحالة المدنية لبنتي، اول حاجه دير لي الورق، ثاني حاجه يكون عندي الماتريكول فرونسي الطوموبيل فيها الماتريكول فرونسي، ثالث حاجه يكون عندي خدمتي هنا ونهود من البلاد باش ندير لها الورق ونهبطها ديال السبع خصني تنكون اوكيبي. وهذا كله الشونطاج، هذا سميتو الشونطاج، هذا ما شاء الله. هادشي الله يجينا ويجيك مي طاحت في المواد اوت تهرست من كتافها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة كبيرة فايتة السبعين، جات تنوض هبط لها الطنسيو داخل طاحت عيط له كنطلبو وتنبكي، قلت له خليني ندخل نشوف أمي، قال لي والو خلي البنت في فرنسا ودخلي، وإلا دخلتي أنت والبنت غنبلوكيكم هنا، ممنوع تعاودي تدخلي لفرنسا نحيد لك البنت، بغيتي تدخلي بوحدك سير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمو كتقول له جيب 10 البنات نربيهم لك، راه ديجا محيد المرأة ولدها عنده مسكين عامين، أمو هادي 3 سنين ما شافتوش. وراه هربوا جابوا للمدريد حرقوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمو مسكينة ما جايباش داك الولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا خوتي يدير لي بحال هكا كيدير لي البنت ويخلينا عمي كريبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمو راه فاش بقيت كنطلبو يدير لي ما بغاش يخليني نشوف أمي، واحد النهار شكيت عليها عمي كريبان قلت له راني كنت كنخدم وكنت محرومه من الحنان دمي، ملي كانت عندي 10 سنين وانا كنخدم تحرمت من الحنان دمي حيت سبا وخلاني صغيره وخرجت نخدم خلص بعد النفوس وخاصني نعاون امي عليهم. ملي قلت له باغا نشوف امي بدا كيعايرني عمي كريبان، قال لي واش باغا تمشي تشوفي هذيك اللي ما عطاتكش الحنان، عايرني بالطفوله ديالي. داك قدر الهي، طفولتك ما لا خيار لك فيها، ربي اختار لك نصيبك ومصيرك. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي مشكل على وجه بنتي، معليش حتى وحده ما تضايقوها ولا باها، ضروري من الصبر، وقال لك ان الله مع الصابرين. نعم، لكن الصبر قد ينفد عند الانسان.
جا واحد النهار بقى قالت لك بغيت نجلس 24 ساعة مع بنتي ونسب عليها وهذه مزيان. وانا حيت هنا ما كاينش فين تذبح، الا تذبح تمشي لواحد الفيرما تذبحوا تما وتسلخوا تما وتجيبوا مزيان. قلت انا ما بغاش ندير لبنتي بحال لانها يتيمة، نسبوا المغرب ونسبعوا لها سبوع على حسابي، ما تخممش كل شيء عندي وفلوسها موفرة. اي احسن في المغرب غتكون العائلة ديالك مجموعة وعائلته مجموعة والحباب والجيران والمقربين ونديروا الطقوس المغربية ونفرحوا جميع. ما بغاش، قال لك لا، قال لي مني ما درتيهاش. قلت له انا مزوقه فيك دير لي غير الورق لمورا، عاوتاني طحت على وجهها مسكينه فيما كتجيها الدوخه كطيح فيما كانت، وريته التصاور من وجهها كل مسكين مخمج وعامر بالدمايا. لا حول ولا قوه الا بالله. داك الكلمه مجدل الماكله مطيبه، عمي قريب كلشي مجدل الماكله ديال الطريق باش غيمشي في الطريق كلشي زدح لي كلشي. هرس واحد المقبض بنتي على الطبله قال لي شوفي، طيح لي الهضره وقال لي بغيتي تمشي تشوفي صاحبك ولا ديري ولا فعلي انا ما كتهمينيش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيراني يسمعوا، حسيت انا ما لقيتش فين ندير وجهي والناس كيسمعوا. لا حول ولا قوه الا بالله. كنبكي خرج ضرب دوره ورجع قال لي سمحي لي على داك الهضره اللي قلت، ومشى بحالاته. جا ولدي من الخدمه لقاني كنبكي، مالك عاوتاني؟ البارح دخلت لقيتك كتبكي، دابا ندخل لقاك كتبكي، شنو ناقصك؟ علاش كتبكي؟ شنو دار لك عاوتاني؟ قلت له ولدي راه طيح لي الهضره داكشي باش كنبكي، صافي عييت نصبر ما لقيت على منش كامل قريب. لا اله الا الله. والديا ما تنعاودش لامي وما تنعاودش لخوتي، ما كتعاود لهمش عامل قريب، حتى واحد ما عرف عليا شي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي ولدي قال لي لا عاود جا لي باش يطيح لك الهضره وجيران تيسمعوا هادي ديالي ما قبلهاش. مشى دوز 15 يوم ورجع كيدق في الباب. قلت له شوف، بعد الكاميون حدا الباب حقا باش ما يشوفوكش الجيران نعس في الكاميون يضحكوا عليا الجيران. ما تقبلهاش، طلع كيهرس في الباب. قلت له راه محمود نعس سير تمشي، راه ما باغاش الدرز من تا ولدي، انا فيما كنت غنجيب لك البنت، يعني ما باغيش هو يدخل الدار، هو باغي يدير غير مشاكل. هو دل تحت بقى كيغوت كيغوت، سمعوا الجيران كيقول لي قول لولدك يهود باش نضرب انا وياه. ما خليتش ولدي يهبط لعندو باش ما يضربوش، حيت ولدي عيا بالصبر، كان كيعيط له غير الوالد، كان يجي من الخدمه عمي قريبا ويعطيه هاك سير باش تحسن الوالد، هاك باش تشيل كارو الوالد. لا حول ولا قوه الا بالله. وهو كاع ما كيعترف كاع داكشي اللي كديرو على قبله. انت بغيتي تدخلي معاك في الاندماج وسط العائله ويكون واحد منكم يكون ضل لكم هو باكم هو كل شيء لكم. مع عمي قريبا النهار اللي دخل بيناتنا حسبوه باه كيعيطوا له الواليد. لا حول ولا قوه الا بالله. مشى شدوا جاري اللي لتحت ما عرفش، بقى كيعاود له قال له مرتك راه كانت عندها علاقه مع شي واحد وراه ولا كيجي عندها، هذا جاري واحد ولد مكناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي شكون هو فلان؟ قلت له كنا دايرين انا وياه في يونساي 15 يوم، لقيت الغدر طعني في ظهري 15 يوم، يلا خطبت به 15 يوم طعني في ظهري، عطيته خاتمو ذهبو. قلت له ولد الناس الله يسهل عليك، انا كنت باغا نجيب ولادي من المغرب ما محتاجاش المشاكل. قال لي ومازال كيجي عندك؟ قلت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راني مجوجه وهذاك السيد ما بقاش كاع اصليين هنا، راه قال لي عارفه فين ولا وراني عارف كل شيء، انا كل شيء تعاود ليا. قلت له شنو عاودوا لك؟ امراه خدامه بدراعها كبرت ولادها بالحلال والله شاهد عليا، وراك شتي الناس كلها كتقدرني، اللي تسمح لك كيقول لك الله يعمرها دار، راك شتي كل شيء على عينك، كانت فيها شي حاجه راك عرفتيها شحال هذه ماشي حتى لدابا تتناقشنا انا وياك، عاد باغي تقول ليها شنو عندك شنو عندك. هبطت انا عند جاري قلت له عيب عليك، احنا شاركين الطعام وشركنا الخير، عيب عليك تخرج لي على داري بحال هكا، راه عندك خواتاتك عندك مرتك عندك بناتك وعندك صحتك، هادشي راه ما كاينش في الدين ديالنا. لا حول ولا قوة الا بالله. عيط له بدا كيعيط علي جاوبته، قلت له شوف راني بديت بالمكناس وغادي نكمل بك، خليني عليك نتكال ماشي شويه، راه ربي اللي علم بيا في هاد المشاكل اللي راني فيها. ما عندك زهر اختي نجات. ولا عمي قريبين عيطت لواحد المرأة بحال وجهك بنت كازا، واحد الخواتات هنا ثلاثة، قالت لي اجي اختي نسي المشاكل اجي، راه حنا دايرين بايلا جي تعيشي معانا هنا عمي قريبا، فين الدنيا دارت ليا عمرها ما تنسى عمي قريبا اشكي تدعي ديك الليلة، كاع اللي دار ساهل الا هادي. اشو قال ديك الليلة نجات؟ مشيت نتعشى عندك المرأة جيت بنتي صغيرة وصلتني بنتي بالطوموبيل الكبيرة
قالت لي ماما لا ندخل ندوش حيت خدامه غدا خصني وجد راسي. سير انت قلتي مع خوالاتي انا يحكم ذم وراك غير العيالات. الله شهد عليا عمي قريبين الى غير العيالات اللي كاينين وصاحبتي معها ولدها عنده 22 عام مرته يلا تجوج هادي عام. والمناسبه شنو هي؟ هما خواتات كيتجمعوا دايره غير طايله ولدها طلب لها الطايله مرته ما كتعرفش ديرها طلب لمو الطايله دارتها وعيطات لي حاسبيني منهم. هي تجمع ديال النساء بعضياتهم فرحانين ساعتين. وكنا كنهضروا على قصه الانبياء هادشي علاش قالت لي كنهضروا على قصه الانبياء قصه مريم. إيه؟ اختهم اخوانيه محتجبه كانت كتعاود لنا على قصه مريم قالت لك راه كنتفرج لها في اليوتيوب كنتفرج كاع قصه الانبياء دايرهم وجبتهم لنا في اليوتيوب وانا كنهضر عليهم بقى كيعيط لي كيعيط لي جاوبته ما عمري ما قدرتش نجاوبه حيت راه باين بنتي وراجلي هذاك إيه؟ بقاش معايا كنجاوبه. قال لي فرقت راني كنتعشى عند واحد المراه قال لي دير الكاميرا درت الكاميرا وريته غير العيال تاع عمي قريبان. الكاميرا من باب الشك هذا باش حيد الشك باليقين. وي شاف الولد كاس مخشي حدا خالته لداخل. اييه قال لي شكون هذاك؟ قلت له ذاك راه ولد صاحبتي صغير. قال لي واش تقدري تدخلي عليه للحمام؟ قلت له عيب عليك شنو هاد الهضره كتقول؟ قال لي واخا دابا تدخلي لدارك. ما يمكنش نسمح للناس قالت لي ندخل شنو غنقول للناس؟ جاتني حشومه. قلت له واخا شي شويه ندخل. صيفطت لبنتي ميساج قلت لها جي الدين. بقى كيعيط كيعيط باش ما نسمعش منه شي كلمه خايبه. ولدي عيط لي قال لي ماما راه طيح لي الهضره عيط لولدي ما خلاش ما قال له امك ساقطه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فين امك الشماته اذكر شنو هاد الهضره عمي قريبا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولدي عيط لي ملي شفتو تيعيط ما بغيتش نجاوبو قدام العيالات باش ما يطيحليش الهضره قدام العيالات. فجاوبته صافي ومني ضاقت فيا جاوبته قلت لها كلافات شنو واقع؟ حل الكاميرا شوفني مع من جالسه الساقطه الدايره الفاسده راهم تيديروا لك الرجال كيفعلوا لك الرجال راني مطلقه الطلاق الثلاث ما فيه رجوع راكي حرام عليا عيني يوم الدين الفاسده ودابا غنجي ناخذ بنتي من عندك حيت ما نخليش بنتي تعيش في الحرام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عرفتي عمي قريبان داك الليله ما ايدي مدت ليا طلقني بالباطل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصفه بالباطل عمي قريبان. لا حول ولا قوه الا بالله. ما حزنتش عمي قريبان بالباطل ربي شاهد عليا عمي قريبان الا كنت قاسم على عيالته مازالين داك العيال عيطت للمراه قالت له السلام عليكم اخويا بغيت تقول لهم رحنا تحنا بوليداتنا وحفايدنا ونسابنا وكل شيء طيح لها الهضره وقطع عليها. مراه كبيره صغيره فيهم عندها 49 عام. لا حول ولا قوه الا بالله. من ذاك النهار احنا في الحرب عام قريبا الله غد ليه قال لي ذاك الطلاق اللي طلقتك راه ما دايش راه ما دايش. انا بتكلف قطع عمي قريبا لاول مره في حياتي غادي نجاوبه. لاول مره عمي قريبا طيحت له سنه الهضره وحيرته موعظته بخت وقع عمري ما عايرت. حالة انفعال حالة غضب حالة هيجان انسان ما كيتحكمش في راسه. الحالة انني عايرت بمخت وعيت له طلبت منه المسامحة قلت له قلت له نطلب منك المسامحة من حاجة واحدة انني جبت امك اختك. قلت له ماشي في حياتي كان عاير راه عندي جوزتي اللي مطلقة من عندهم هذه من 2005 لحد الان راهم كيسولوا فيا ونسول فيهم هذيك امي الثانية جوزتي راه امي الثانية. لا حول ولا قوه الا بالله. قالت لي عقولتي مسكينه هذيك اللي مطلقه من عندهم تتبكي معايا كتقول لي يا بنتي كان عندي ما ندير لك كان عندي جناح كراني وصلتك. لا حول ولا قوه الا بالله. الحال عمي قريبا انني عايرت لامه واخته واخا هو عايرني وطلقت على الباطل طلبت منه المسامحه. لا اله الا الله. ومنين طلقني قال لي راه عندي مراه واحده اخرى في مارسي. لا اله الا الله. داكشي باش ما كانش كيعمر فراشي كاع ولدي ما كانش كيقول لي امي راه كيهضر مع البنات حتى طلقت عاد قال لي ولدي امي راه ما كنتش كنبغي نفقسكي ولا زلعلكي الشمل ديالكي راه ديما كنت كنلقاه كيهضر مع البنات. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ولالا نجات باش خسمتوا العلاقه ديالكم؟ باش خسمتوا العلاقه ديالكم؟ بلوكاني داك النهار اللي طلقني بلوكاني. وطلقك غير بينك وبينه ولا عن طريق المحكمه وطريق ال انه غير هضره بيني وبينه هذاك الكلمه اللي قال لي
هذيك الكلمة خاص لابد من الإجراءات قانونية كتسمى الطلاق، أما غير مجرد انفعال وقال لها أنت طالق فما هو بطالق؟ كان عندنا قريبا عايشني واحد الأيام ما عمري ما كنت كنحلم بهم، ولادي ما بقوش كاين، البنية الصغيرة اللي عندها 7 شهور ولات كتجي مسكينة عندي كتحبو وكتبوس لي رجلي وخا ما كتحش تموت كتحط فمها تبقى حاسة. حاسة بيك، حاسة بالمعاناة ديالك، كتواسيك. داك الليلة ما بكيتش عمي قريبة، ما بكيتش، تصدمت. واش راجلي اللي كيعرفني شنو كان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يفرج عليك يا بنتي نجاة، الله يفرج عليك يا ربي يا كريم، الله يفرج عليك نجاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نجاة أنت حزينة وحنا شعرنا كلنا بالحزن لهادشي اللي وقع لك، مأساة في الحياة. ربما اللي سمعك الآن غادي ياخذ عبرة، كاين بعض الفتيات اللي كيوقع لهم واحد الاستياء لأنهم ما تزوجوش، عندهم 40 عام 45 عام 50 عام ما تزوجاتش، كتقول أنا ما عندي زهر. ربما كان في خير عظيم، لأنك ممكن أن الإنسان يقدر يتزوج ويقدر يكون زواجه عذاب ومعاناة وشدائد. احنا سمعنا من نجاة، طبعا المفروض نسمع من طرف الآخر، ولكن على ما يبدو القضية فيها مجموعة كبيرة من المسائل المتفرعة، ولأجل هذا كان القول المنظمات النسائية يطالبنا بحقوق إضافية للنساء. لو أن الإنسان يراعي فقط دينه وإسلامه ما غادي أذي المرأة. المرأة ربي عز وجل قال فيها جعل بينكم مودة ورحمة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. أي نعم، المرأة اللي كتكون مطلقة وعندها وليداتها وعندها مسؤولية ديالها وعندها حياة الخاصة ربما صعيب داك الاندماج. لهذا كنفكروا ملي نبغيو يكون شي زواج هكذا نفكروا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. من أهم المشاكل اللي كتوقع في زواج امرأة مطلقة مع رجل مطلق هو القدرة على الاندماج. واش نقدر ننسى الماضي ديالي؟ لأن الرجل المطلق ربما السبب ديالو عاش حياة مريرة وعاش إحباطات وكيقلب على البديل وجايب مع الإحباطات ديال زمان. وحتى المرأة هي اللي كانت مطلقة وعندها وليدات حتى هي كتكون محبطة وتعرضت للأذى وكتقلب على بديل. ملي كيتلاقاو جوج مطلقين كل واحد فيهم ينتظر البديل من الآخر. طبعا الجانب المادي حاضر بقوة، ولكن الجانب العاطفي له تأثيره العميق، والأكثر هو الجانب العائلي، ذاك الاندماج العائلي. واش ممكن امرأة مطلقة مع رجل مطلق يقع اندماج كامل ما بين الزوج والزوجة، بين أولادهما وما بين أفراد العائلة؟ هذه سديبون حسب العائلات وحسب التقاليد وحسب العادات. فكان الإنسان أنه قبل ما يخطو واحد الخطوة أنه يستخير المولى عز وجل. لهذا كنوصيو دائما بناتنا وأخواتنا والشباب ديالنا ملي تقدم على الزواج، الزواج ماشي مغامرة ماشي لعبة، الزواج هو واحد المصير اللي ممكن أنه يسعد قلبك ويسعد من حولك، ممكن أنه يسبب لك إحباط وكارثة. من يعلم المستقبل ومآل الأشياء؟ لا يعلمها إلا خالقها وبارئها. لهذا وجب على كل من أراد أن يتزوج للمرة الأولى أو للمرة الثانية أو أن يستخير المولى ويعيد الاستخارة مرات متعددة حتى يطمئن قلبه. فإذا رأى بأن هناك إعوجاج ورأى هناك اصطدام ورأى هنا صعوبات فليتراجع إلى الوراء، خير له من أن يدخل تجربة زواج عوض أن تجلب لك السعادة وتجلب لك الراحة كتجلب لك التعب والبكاء والحزين، وكتعود داخل المحاكم وداخل في عالم المحاماة والقضاة وغادي في واحد السراديب ديال الأمن وكنت في غنى عن كل هذا. كنوصي وكنعود نأكد لشبابنا وبناتنا وأولادنا أنه قبل ما يتزوج الإنسان يستخير المولى
يصلي صلاة الاستخارة مرات متعددات. فإن أصابه بلاء فليصبر وليحتسب. نجات على كل حال، هذا الذي وقع لك نصيبك من الحياة، ما عليك إلا أن تصبري وتحتسبي لله تعالى. هذا الزوج اللي كان في الاستماع أنقول لي يا أخي الفاضل، رانا جات ذكرتك بلقطات مشرقة ولقطات طيبة، أن في قلبك خير، أنك ممكن تصلح ما قد فسد. ولكن يبدو بأن الإنسان ليس بمفرده، كتلقى دائما الإنسان، وهذا طبيعة المجتمع العربي كله وطبيعة المجتمع المغربي، الرجل اللي كيبغي يتزوج لابد أن نراعي ظروف العائلة، مو خواتاتو والمحيطين به، لأنه مرتبط عادة بأمه وأخواته، عاش معهم 30-40 سنة، ماشي بين عشية وضحاها غادي يقطع الصلة فيما بينهم، غيبقى دائما. فكنوصي في مثل هذه الحالة، إلى شي فتاة أو شي سيدة بغات تزوج مع واحد الرجل هكذا، ما تغفلش العلاقة مع الأم والإخوة والأخوات، تحاول تكسب العلاقة ديالهم أولا. وهنا ربي عز وجل دار لنا فترة الخطوبة. الخطوبة كيقول العلماء جميل أنها تكون ماشي طويلة بزاف وما تكونش قصيرة، إلا كانت قصيرة كتكون استعجال، ولا كانت طويلة بزاف كتكون مملة. فالخطوبة واحد الفترة نتدارس فيها الطباع ونتزاور فيما بيننا، واش هاد العائلة لايقة ليا وانا لايق ليهم، واش الطباع ديالنا متوافقة، واش هل ممكن أن نتعايش فيما بيننا. إلا تبين لي بين الأمور طيبة ودت الاستخارة وكانت المودة والرحمة، نتوكل على الله وربي غادي يبارك. لكن إذا بان لي في الأول العلامة بأن كاين شنآن وكاين غضب وكاين رفض وكاين غير مجاملة باهتة، فالإنسان الأفضل أنه يبقى وحده، عوض أنه يدخل واحد التجربة اللي فاشلة واللي فيها معاناة شديدة. على كل حال نجات، قلوبنا معك، حنا شعرنا بالمعاناة ديالك، وانت من خلال كلامك نستشف أنك إنسانة متدينة، إنسانة طيبة، إنسانة تحمل معها قيم أخلاقية، تربيتي في المغرب أحسن تربية، نقلتي معك إلى الديار الفرنسية، نقلتي معك للسلوك الحسن، نقلتي معك الهمة العالية، كونك فام دو ميناج شغالة تقوم بالتنظيف، هذا ليس عيبا إطلاقا، بالعكس. النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كيجوا عنده الوفود وكيسلموا عليه وكيتزاحموا الناس يسلموا عليه، لقى واحد الرجل بغي يسلم عليه وتراجع للوراء، الرجل تراجع للوراء، حتى ان النبي الكريم ظن فيه ظن السوء، علاش هادو كيبغوا يسلموا على سيدنا النبي وهذا ماشي يسلم، كيتراجع للوراء. فقال لي يا رجل تعال سلم علي انا رسول الله. فقال لي ظنه أنه ربما من المنافقين أو من، فقال لي يا رسول الله إني أريد أن أسلم عليك لكنني أستحيي. قال لي لماذا؟ قال لي أنا خدام في الحقل، أنا كندير حطاب وعندي واحد الفاس وكنضرب النار كامل وأنا كندير العتلة ويدي يتفلحوا، فخشي واستحييت أن أسلم عليك وأنا يدي كلها مضروبة بالشغل بالخدمة بالتمارة وأنت يدك طيبة. فإذا بالنبي الكريم يسلم عليه بحرارة ويقبل يده ويقول هذه يد يحبها الله ورسوله. كل من يعمل عملا شريف، خصوصا إذا كان عمل فيه مشقة، تعبه كثير ورزقه قليل، هذه يد مباركة، يد محترمة. فلالة نجاة، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، غير اصبري واحتسبي. بغيتك نجات، ربما واحد المشكلة عندك وهي عندك العاطفة الزائدة، بغيتك بنتي تعلمي في الحياة أن العاطفة شيء جميل، الإنسان اللي فيه العاطفة هو الإنسان الكامل، لكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. ربي عز وجل دلنا العقل ودلنا القلب ودلنا العاطفة، فلماذا سمي القلب قلبا؟ لأنه يتقلب مع الأجواء والظروف. لكن ربي دلنا العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه، كنجمع العاطفة ديالي وكنخلي الأمور تمشي بشيء من العقلانية، لأن الإنسان الذي يعطي كل شيء ويتدفق بالعطاء وكيبقى دائما هو الذي وخا خاسر، أركين واحد طبيعة نفسية في البشر، أن الإنسان مفطور على أنه يحقر ذاك اللي كيعطف عليه دائما.
انت كل ما كتستعطفوا اكثر هو كيزيد ينظر لك واحد النظره ناقصه ويتلذذ بتعذيبك. بعض المرات كيكون الطلاق رحمه، الطلاق رحمه، ربي عز وجل في كتابه العزيز افرد سوره بكاملها سمى سوره الطلاق لانها رحمه. في الديار الفرنسيه في اوروبا في امريكا في العالم المسيحي ما عندهم طلاق، كيتزوجوا الناس كيبقاو هكذا جوسكا لا مور، ولكن حياه كلها ضياع وكلها كلها خراب والعياذ بالله. ربي عز وجل قال لنا جوج الناس تلاقوا بالخير تلاقوا بالتفاهم مرحبا، الا كان العذاب وكان الالم والبكاء فالافضل ان يقع الطلاق. وربي عز وجل قال لنا يغني الله كل من فضله، لعل وعسى ان يتفرق يغني الله كل من فضله، ربي يغني واحد من كل واحد يجيب لي الله تعالى كياله. واللي ما تزوجش كاع اصلا اش غادي يوقع في ملك الله؟ رحمه الله واسعه، ياما في التاريخ هناك نساء جربوا الزواج الاول ولقاوا الزواج الثاني فيه عذاب، فتفرغنا للعباده وتفرغنا للعمل الصالح وتفرغنا للعمل الجمعوي وتفرغنا لمجالس الذكر ومجالس العلم، عطى الله الخير ما يدار. فاسال الله الواحد الاحد بنت نجاة ان يفرج همك وينفس كربك ويحفظك ويرعاك. كنعتذر من مجموعة من المكالمات اللي كانت على الخط، مجموعة من المدن المغربية، ولكن حنا بغينا نعطيو الفرصة لأختنا نجاة اللي هي مغربة، هي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونقدم تحية ديال المحبة والمودة لكل أبناء شعبنا المبارك اللي هما خارج أرض الوطن. حنا مازال الحمد لله نحتمي بوطننا العزيز، وكنكونوا وسط العائلة وسط الأحباب كنشعروا بالدفء. أما هم رغم أنهم في دول أخرى متقدمة فيها حضارة وديمقراطية ومدنية، لكن راهم كيشعروا بالوحدة وكيشعروا بالوحشة وكيشعروا بالغربة. أختنا نجاة بغينا نعطيوها الفرصة أنها تكلم على الأقل البوح ديالها والفضفضة ديالها، ربما قد يزيل عنها ما تشعر به من متاعب. زوج هذا إلا كان في الاستماع أقول له يا سيدي الفاضل، ما سمعناه من نجاة يدل على أنها طيبة القلب وأنها امرأة صالحة وأنها لا تريد إلا أن تجمع الشمل ديال وليداتها ويكون معها رجل ستر وغطاء. الطبيعة البشرية المرأة كتكون مازال شابة وفقدت الرجل الأول تبحث بطبيعتها عادي طبيعي أنها تبحث عن زوج آخر يسترها وتستره. ألم تكن أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجت بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت لها زواج سابق وعندها ابن عنده من العمر 22 سنة أمنا خديجة، فتزوجها النبي الكريم وهو عازب وكان عمره حوالي 25 سنة، حتى إن بعض الناس ترددوا قالوا كيف يتزوجها وهي أكبر منه سنا، ولكن النبي الكريم تزوجها وأكرمه الله منها بستة من الأولاد. نهار تزوج بها كان عندها 42 عام، ولدت معها ستة ديال الأولاد، ولدت معها رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، ولدت معها إبراهيم والقاسم، القاسم والطيب إبراهيم مع ماريا القبطية. ثم فيما بعد النبي الكريم سوف يتزوج مع أم سلمة، ملي غتموت امنا خديجه سيتزوج مع ام سلمه، وهي ايضا مات زوجها وعندها عيال، فتزوجها النبي الكريم جمعا لشملها واكراما لاولادها. ليس عيبا هذا النبي الكريم، ليس عيبا ان الانسان انه يلتقي مع امراه متزوجه وعندها اولاد، وفي الاول وقع الرضا، اذا وقع الرضا في الاول عليه ان يستمر، علي أن يستمر، ما دام أن الإنسان لم يصدر منها ما يسوءه فهي مكافحة، هي مكابدة، هي كتعب وكتشقى وبغت تجمع الشمل ديال الوليدات وبغت آخي ما بين الأولاد بذاك المولود الجديد غادي يكون وسيلة الوصل ما بين أولادها وزوجها. نجاة أنت تابرتي كثير وأنت تعبتي كثير، ولكن هذا نصيبك. اللي كنوصيك بنتي نقسم العاطفة شيئا ما وخلي العقل حاضر، إذا كان الزواج غادي يستمر على الفرحة والمودة مرحبا،
ما كان شيء، ربي دار لنا الطلاق، دار لنا في صورة كاملة، والطلاق رحمة أحيانا قد يكون رحمة، ولعل الله تعالى يبدلك خيرا مما الذي مضى، ومن يدري ومن يدري. راه بنات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم كانت متزوجتان فطلقتا وبكاوا وحزنوا، فقال لهم النبي الكريم لعل الله يعوضكم خيرا، فعوضهم الله أفضل مما ضاع. كل واحد عطى الله زوج آخر من الصالحين من الأبرار من الأخيار، وفي الأخر الحياة راها قصيرة، ما نتبتوش بها بزاف. الحياة اللي عطانا مولانا ناخذوه، ما عطاش لنا مولانا احنا صابرين، احنا غادي مع الحياة كل يوم نقضي باش مقسم الله تعالى، نأكل ونشرب ونصلي ونزور العائلة والأحباب وتمضي الأيام، وبعد ذلك هناك موت وبعث ونشور سريع 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 في لمحة البصر، ثم هناك حياة فيها الخلود الأبدي، سوف ينتهي فيها كل المعاناة وكل المتاعب، ما فيها لا ظلم ولا فيها حيف ولا فيها حجرة ولا فيها قانون في صالحك أو ضدك، في ضيافة الرحمن الحياة التي تنتظرنا جميعا في ضيافة الرحمن. فأسأل الله الواحد الأحد لك يا نجاة أن يحفظك يا ربنا سبحانه وتعالى بالسبع المتاني والقرآن العظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.